حسب مرياتي ابو 20 هو الانسب وحيكون جاهز. جميل. طيب ارنك الان خارج التوقيت؟ لا ما خارجه الان ارنك جاري اعداد لكن ما جهز. الكره السبت ارنك بنسبه 99% لاعب، لكن ما جاهز بنسبه 99% جيري. نعم فيري. نعم جيري. نعم اي ما جاهز بنسبه 99%. جيرارد فيري ايوه لسه ما جاهز ده، لكن ارنك خلاص يعني ان شاء الله بيكون هو لاعب اساسي. التشكيله حتكون كالاتي: ابو 20 في حراسه الله. نعم ايوه فارس موفق صديق ارنك اوتارا موفق صديق. جميل. الهلال لازم يلعب اربعه في الوسط. انسى حكايه انه ثلاثه لانه الفريق الجنوب افريقي قوته في وسط الملعب. نعم قوته في وسط الملعب كويس. انا عشان اقابل قوه الفريق الجنوب افريقي بلعب له باربعه، ما بلعب له بثلاثه، بلعب باربعه. بكون نصر الدين الشغيل. نعم عبد الرؤوف. نصر الدين الشغيل حيظهر لاول مره يمكن في تشكيله اساسيه. نعم ايوه حلاعب نصر الدين الشغيل. نصر الدين الشغيل بديلا لصلاح عادل. ايوه صلاح عادل ما عندك، صلاح عادل برا. نعم. كويس. حيكون نصر الدين الشغيل، رؤوف، بوجبا، اجاجول. طيب انت بتختلف كده مع قاعده او قطاع عريض من الهلالاب اللي بيقولوا انه عبد الرؤوف لا يصلح في وجود الشغل. نعم في وجود الشغل. نعم لا انا اقول لك حاجه، المباراه دي لازم منك انت يكون عندك صانع لعب. المباراه اللي فاتت اجاجول بيصنع لعب يا اجاجول. المباراه اللي فاتت لوحده ما قدر صنع، رغم انه المريخ كان ناقص. نعم كويس. لولا نزول عبد الرؤوف لما وصل الهلال لمرمى المريخ.